تنطلق غدا الأربعاء بحضور سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي المرحلة النهائية لبطولة الرماية العسكرية الأولى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تقيمها قوة دفاع البحرين. هذا وقد جرى صباح اليوم التصفيات المؤهلة للمرحلة النهائية، وقد أسفرت نتائج التصفيات المؤهلة عن تأهل فريق مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى الدور النهائي في مسابقة الرشيش لمسافة 40 مترا، وتأهل فريقي مملكة البحرين وسلطنة عمان في مسابقة إسقاط الصحون بالمسدس لمسافة 20 مترا للضباط. كما أسفرت نتائج مسابقة المحارب للضباط عن تحقيق الرائد محمد أحمد القطان من مملكة البحرين للمركز الأول، فيما حصل الرائد علي سالم الغافري من دولة الإمارات على المركز الثاني، بينما احتل النقيب أسعد بن خلف الكلباني من سلطنة عمان المركز الثالث. وجاءت نتائج مسابقة المحارب للأفراد بحصول العريف أحمد زريف محمود من مملكة البحرين على المركز الأول، وفي المركز الثاني العريف سعيد بن صغير الزهراني من المملكة العربية السعودية، والمركز الثالث للعريف بشار أحمد عوض من مملكة البحرين، حيث شهدت المنافسات مستويات مميزة تعكس الكفاءة والاحترافية العالية للمشاركين. وحظيت البطولة بمتابعة جماهيرية وإعلامية لافتة، وتأتي استضافة البحرين لهذه البطولة ترجمة لترسيخ عرى التقارب الأخوي وتقوية علاقات الترابط بين منسوبي القوات المسلحة بدول مجلس التعاون. وتتميز البطولة بمشاركة متميزة من نخبة من اللاعبين المحترفين في مهارات الرماية العسكرية من قوات دول مجلس التعاون، مما يوفر بيئة نموذجية تنافسية لتبادل الخبرات والمهارات بين المشاركين. واستطاعت مملكة البحرين في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، وبمتابعة سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، واهتمام صاحب المعالي المشير الركن القائد العام لقوة دفاع البحرين، أن تتقدم بخطوات كبيرة في المجال الرياضي إقليميا ودوليا، حيث استطاع أبناء الوطن تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية. وتأتي البطولة الخليجية الأولى للرماية العسكرية في إطار الاهتمام برفع الجاهزية القتالية لدى منتسبي القوات المسلحة الخليجية، حيث تعد الرماية العسكرية إحدى الرياضات والمهارات القتالية الهامة التي تعمل على إضافة الاحترافية والتميز على عمل منتسبي القوات المسلحة، وتحافظ على مستويات الجاهزية القتالية والميدانية لديهم. وتستمر مسيرة الرياضة العسكرية الخليجية في التقدم بخطى واثقة لارتباطها اللصيق بمنتسبي القوات المسلحة الخليجية، لأهمية الرياضة كعنصر هام وحيوي في رفع مستوى اللياقة البدنية والسمو بالأخلاق الرياضية العالية والتعود على الصبر والعمل الجاد والدفاع عن ثرى الأوطان والمكتسبات. البطولات هذه مهمة، الجاهزية العسكرية على مستوى دول الخليج، ونفرح لما يكون الاستعداد والتنظيم بالشكل الطيب هذا. التنافس جدا قوي، وإن شاء الله اللي ياخذها إن شاء الله هو الفائز، والخاسر هم هو الفائز، ما عندنا خاسر، مكسب تواجد ومشاركة بأرضنا الثانية دولة البحرين الشقيقة. أشكر حق إخواننا من البحرين، استضافة جدا طيبة وتعاون مثمر إن شاء الله، ونطمح لمستوى أعلى إن شاء الله كمشاركة. طبعا لا شك هذا تعتبر من أفضل البطولات وأهم البطولات، كون تعزيز وتبادل الخبرات بين الدول مجلس التعاون الخليجي. طبعا لا شك يعني احنا مشاركتنا هذه نطمح للفوز، وطبعا الفوز للفرق كلها تعتبر فوز لنا، وإن شاء الله الله يوفقنا ويوفق جميع الفرق المشاركة. طبعا هذه البطولات جدا مهمة، كون دول الخليج كل سنة تشارك بجميع البطولات مو بس هذه البطولة، لتعزيز مشاركات بينهم والتآلف والتبادل الخبرات. والله البطولة بدأت تقريبا من 3 أيام،
أول أمس كانت القرعة وأمس كان يوم تدريبي. اليوم بدأت المنافسات في البداية في رشيش بي 5 وتأهل للنهائي البحرين والإمارات. والمنافسة يعني بين الأشقاء في دول مجلس التعاون تعكس روح المحبة اللي بين دول مجلس التعاون. التقارب بين الجيوش دول مجلس التعاون بالعكس يعطي المنافسة يعني أكبر منافسة في هذه البطولات. وشيء زين يعني إن إحنا نتلاقى ويا أخواننا في دول مجلس التعاون، وإن شاء الله أتمنى التوفيق للجميع. بدأت اليوم تصفيات المسابقة المقامة في مملكة البحرين، وهي البطولة الأولى لدول مجلس التعاون، حيث بدأت التصفيات في مسابقة الرشيش وكذلك مسابقة المسدس وكذلك مسابقة المحارب. حققنا الحمد لله التأهل في المسابقات المذكورة، وبإذن الله تعالى نأمل غدا أن ننجز إن شاء الله المراكز المتقدمة، الأول أو الثاني أو الثالث، وإن شاء الله طموحنا إلى الأول بإذن الله تعالى. اليوم رأينا منافسة قوية وشهدت البطولة منافسات قوية من قبل الفرق المشاركة من دول مجلس التعاون، تكاد أن تكون في المستوى العالي من المنافسة. شهدت أيضا المنافسة توقيتات ممتازة جدا بين الفرق المشاركة. المنظمين حقيقة الأمر قائمين بالدور الأكبر، وتنظيمهم لا غبار عليه، تنظيم فوق الممتاز، سواء بداية من استقبال الوفود وصولا إلى الميادين، وأيضا تدريب التمارين وإعطاء الفرص للتدريب، وإقامتها تعزز الدور الفاعل في المحبة والألفة، وهي حالها كحال المسابقات الرياضية الأخرى، تجمع الفرق المشاركة وتبني علاقة جيدة بين دول مجلس التعاون. والله التصفيات الحمد لله طيبة، وشهدنا منافسة مثيرة بين منسوبي القوات المسلحة دول مجلس التعاون، وتحقيق الهدف الأسمى والأمثل باجتماع الأشقاء والمنافسة الشريفة. حقيقة تنظيم أكثر من رائع، صار فيها التمارين اللي تسبق البطولة والتعود على الأجواء والأهداف والميادين، كلها كان عملها بشكل احترافي ورائع، والاستعداد الحمد لله جيد لكل الفرق. سبق ما قلت يعني أن الرماية أحد العناصر الأساسية في التدريب، وهي لابد أن المهارة هذه تكتسب وتطورها يكون دائما بالممارسة والمشاركة. أيضا أشكر قوة الدفاع البحرينية حقيقة على الاستضافة والاهتمام وحسن الاستقبال، وأشكر جميع المنسوبي قوة الدفاع البحرين. الانطباع جيد بإذن الله، ممتاز وفوق العادة، والتجهيزات صارت من قبل، ونشكر مدير الاتحاد الرياضي العسكري على الترتيب الممتاز. المنافسة قوية، ونتمنى التوفيق لجميع الأفرقة، وهذه تبادل خبرات عسكرية والتحام ميداني عسكري لزيادة مهارة الرماة في القوات المسلحة. أهمية البطولة تعزز أول شيء الالتحام بين الجيوش، وتنمي مهارة العسكري والاستفادة من الجيوش الأخرى في الرمايات. في قلب مملكة البحرين، في أجواء تسودها الندية والأخاء، في رحاب التصفيات المؤهلة للمرحلة النهائية لبطولة الرماية العسكرية الأولى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تجمع رماة العسكريين الأشقاء عزز عمق التعاون الخليجي المشترك ووطد الروابط الأخوية الوثيقة. حماس المشاركين ودقتهم المتناهية أثمر بنجاح البطولة على أرض مملكة البحرين.
منافسة يعني بين الأشقاء في دول مجلس التعاون، تعكس روح المحبة اللي بين دول مجلس التعاون. شهدنا منافسة مثيرة بين منسوبي القوات المسلحة دول مجلس التعاون. هي البطولة الأولى قامتها تعزز الدور الفاعل في المحبة والألفة. البطولات هذه مهمة، الجاهزية العسكري على مستوى دول الخليج.